7 minutes motivation. 7 دقايق كل اسبوع بس. اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من 7 minutes motivation. حلقتنا هذا الأسبوع جاي من روسيا، وتحديدا من صديق كتير عزيز على قلبي اسمه رينات. رينات حب يشاركنا هيدي القصة، بس اجت هيدي القصة لما كنا عم نحكي أنا وياه بموضوع إنه كيف الواحد بيعرف الأبطال، البطل، a hero. كيف واحد بيقول إنه هيدا بطل، شو تفسيرنا لإلهم؟ وبنفس الوقت يعني مثلا الواحد إذا حابب هو يكون بطل شو مفروض يعمل؟ عدنا نحكي. يعني أنا شخصياً من الأشخاص اللي بيحبوا يقروا كتير كوميكس وبيحبوا يحضروا أفلام اللي إلها علاقة بالأبطال تبعول مثل باتمان وسبايدرمان وسوبرمان وآيرون مان وكل هدول يعني الموجودين على التيفي. بس اليوم معروفين أنه هدول أشياء خيالية، بس إذا بدي إجي أطلع على البطل المزبوط. طيب سألته لرينات، قلت له رينات بالنسبة لك أعطيني قصة صايرة معك أو ما بعرف سامع عنه عجبتك، يعني فيها تطلع لي شو يعني بطل. فهون رينات اجا قال لي ليك شو، كان في بروفيسور عينته حكومة من الحكومات بآسيا ان يروح على بلد كرمال يمسك مشروع له علاقة بالرعاية الصحية الهيلث كير. فوصل على هذا البلد، تعرفوا بآسيا في كتير بلدين يعني معترة مثل ما بيقولوا باللبناني، أو أنه وضعها كتير صعب. فراح لهونيك كرمال يشتغل بموضوع الرعاية الصحية. لما راح لهونيك وقف هيك وطلع لقى أنه في يمكن ما بعرف كم موضوع، من بيناتهم الفقر، من بيناتهم أنه ما عندهم أكل مزبوط، والتعليم بهذا البلد مش ماشي حاله. فكتير أشياء واحد بده يقعد يزبطها إذا بده يقعد يحط الأولويات. الزلم يطلع هيك قال لك انه شو بدي بلش لبلش، انه ما في كمان غير كل البلد، ما بعرف كيف غير كل البلد كرمال زبط الرعاية الصحية. فراح عمل زيارة لكل الضياع الموجودة بهلب هذا البلد، فات عليهم ضياع ضياع، واكتشف انه ببعض الضياع كانوا الصحة تبعولهم احسن من غير ضياع. فإجا هيك فكر، طلع قال لك شو السر انه هيدول العالم تحديدا صحتهم احسن من غير عالم. قعد يفكر ويشوف انه يعني مثلا هيدول مش بالضرورة اغنى من غيرهم، نفس الشيء حالتهم الاجتماعية هي زيتها، بيشربوا زيت المي، شو بعرفني كل هيدول، بس انه شو السبب انه هيدول احسن من غيرهم. بعد ما عمل يعني شوية ابحاث هنيك اكتشف شغلة كتير حلوة، انه الفرق الوحيد اللي بيعملوه هالضياع عن غير مناطق وضياع هي انه بيستعملوا نوع معين من الرز. تخيلوا الرز، واكتشف انه بقلب هيدا الرز في بقلبه نوع فيتامينات احسن من غير انواع رز. ولو تتخيلوا على سخافة الموضوع، مسك هيدا النوع من الرز وغرق إذا بدكن الضياع البقايا بهذا النوع من الرز اللي هو أكل كتير مشهور بقلب هذا البلد. وتتخيلوا أنه تحسنت الصحة موجودة مع هدول الضياع من وراء بس أنه غيروا الرز يلي بيأكلوا لنوع تاني. وبنفس الوقت يعني كانت محاولة أنه هو إجا حاول ومش الحال. نحن كيف نقعد بنفكر بهذا الموضوع، انه هذا الزلمة اجا شاف فتش على الاشياء الشغالة وحاول يستعملها وحاول يجرب، مع انه يمكن انه شو ما بعرف شو بدي ساوي. هون الفكرة، العبرة اللي كان عم بيقول عنها رينات هي كتير بسيطة، انه انتو اليوم لما يكون عندكم اوضة كتير مظلمة اذا ضويتوا شمعة بضل احسن، يمكن ما تقدروا اوكي تضووا كل شيء، بس إذا ضويتوا شمعة لوحدة هاي بيكون عمل إنجاز بيكون. فتخيلوا أنتوا إذا عم تحكوا شمعة بقلب أوضة معتمة،
ولا تطلعوا على الرعاية الصحية ببلد بقلبه يمكن كذا مليون شخص. فإذا أنتوا حسنتوا لهالكذا مليون شخص 10% من حياتهم من رعايتهم الصحية، فبتكونوا أنتوا فعليا عملتوا إنجاز كتير ضخم. نفس الخبرية اليوم ما تطلعوا أنه معلش الواحد يلي بيعمل خطوة وحدة الاتجاه المزبوط ليحسن أكتر فعليا هو بيكون بطل. وهذه النقطة اللي كان عم يحكي عنها رينات لما واحد يشوف الأبطال. البطل هو مش بالضرورة يكون سبايدر مان، ولا بالضرورة يكون سوبرمان، ولا حيالله واحد من هدول العالم. ممكن يكون رجل دين، ممكن يكون عسكري، ممكن يكون استاذ مدرسي، ممكن يكون مين ما كان، ممكن يكون أنا أو حيالله حدا منكم. مش مهم إنه يكون عنا الهالة إنه نحن عم نعمل أشياء بطولية كتير قوية، بالعكس يكون عنا النية إنه نحسن. هذا بيخلينا نحن نكون أبطال. ما في شغلة واحدة، إنه أوقات إذا بتطلعوا بالعسكري هو لابس البدلة تبعوله، إذا كان مش لابس البدلة تبعوله بعده ذات الشخص، بس أوقات لأنه لابس البدلة تبعوله بيقدر يعمل أشياء أكتر من لما يكون عادي. إذا كان لابس البدلة مثل كأنه عنده قوة لا يعمل أعمال جيدة، بينما إذا ما كان لابس البدلة بيحس حاله أوقات شخص عادي. رينات كان عم بيقول إنه الواحد لازم يلبس تياب البطولة ويحس حاله انه هو بطل، ويبلش بالاشياء الصغيرة لو قد ما كانت صغيرة بالاتجاه المزبوط. اذا حابين تتواصلوا معنا على 7 minutes motivation فيكن تفوتوا على الويب سايت 7minutesmotivation.com او تلحقونا على فيسبوك او على تويتر على 7 minutes motivation. انا بقولكم شكرا كتير لوقتكم، وبنشوفكم الاسبوع الجاي.